أنا فاهم إن ما كنتوا تتابعوا فينا داخل حدود الوطن وخارج وداخل صفاقسة وخارجها، مرحبا بكم وشكرا على المتابعة وعلى الاهتمام. زلنا مواصلين حتى للماضي ساعتين في الجزء الثاني والأخير، نفتح النقاش السياسي مع ضيفي في الاستوديو القيادي في حزب حركة النهضة، عضو الشورى بحركة النهضة، الأستاذ حمدي الزواري. سي حمدي مرحبا وبك أكثر وبمتابعي دي وأنا فهم. أيضا يواصل حضوره معنا محلل البرنامج ومعلق البرنامج حمزة المدب، مش نحكيه حول موضوع أثار جدل كبير وأسال الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة، عريضة أو رسالة وجهها مجموعة من قيادات الصف الأول، قيادات وازنة، قيادات تاريخية في حزب حركة النهضة، لرئيس الحركة، شخص فيها الوضع داخل النهضة، الوضع العام في البلاد أيضا، وطلبوا صراحة من الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة أعلان عدم نيته الترشح لعهدة ثالثة والتكريس التداول والانتقال القيادي داخل الحركة. رسالة مطولة أكيد تبعتها على صفحات التواصل الاجتماعي في المواقع الإلكترونية، كانت مثار جدل كبير وردود فعل عديدة ونرجع عليها تباعا في حوارنا اليوم مع حمدي الزواري. مستقبل النهضة بين مخاطر التمديد وفرص التداول. حمدي الزواري، شنو الدافع اللي يخليكم في هذا التوقيت بالذات تطلقوا مثل هذه الدعوة وبهذا الأسلوب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الدعوة. احنا الرسالة هذه تقريبا تتويج لمسار طويل نتاع حوار انطلق منذ معناها بعيدة المؤتمر العاشر، كان يطالب بالإصلاح، نقاشات داخل الشورى، داخل المكتب السياسي، حوارات حتى ثنائية بين قيادات ومع رئيس الحركة، معناها مبادرات من هنا ومن هناك يعني في اتجاهات مختلفة، إلى أن تم إقرار المؤتمر اللي المفروض كان يتم في ماي الماضي، ولكن مجلس الشورى قال لابد أن يتم معناها كحد أقصى نهاية هذا السنة، ومعناها تم إقرار ذلك في قرار مجلس الشورى. ثم لاحظنا كونه تصاعد لمعناها جدل كبير داخل الحركة حول موضوع التمديد أو التجديد. هل نمدد الأستاذ راشد الغنوشي يعني بتعديل القانون، نعدل القانون أي نغير القانون نمدد له، أو نطبق القانون وننجز أو ننفذ التداول القيادي الجيلي اللي نعتبروه سلمي وحيوي للنهضة وللبلاد؟ فالجدل هذا قاعد يتوسع داخل حركة النهضة. احنا كقيادات بدينا نتخوفوا شوية، بدينا ننشغلوا، لأنه الجدل هذا غطى على قضايا أخرى تهم تونس بالأساس، وتهم دورنا كحزب يقود في التجربة الديمقراطية في تونس. بدأنا الاقتصادية ما زلنا ما نحكيوش عليها الآن، بدأنا الاجتماعية، رؤيتنا لتونس 2050، شنو اللي باش نقدمه للتوانسة بعد ما معناها انتخبونا في 2019 وفشلنا في تكوين الحكومة، شنو باش نقول لهم؟ يعني هناك قضايا مهمة جدا غطت عليها هذه القضية. فقلنا احنا هات نتوجه لرئيس الحركة بنصيحة، نقول له سيادتك انت عندك الكلمة السحرية، لو تتفضل سيادتك وتقول انا مانيش معني بهذا الترشح وسأحترم القانون ولن أسعى إلى تغييره ولن أسمح بتغييره، وقتها تهفت الناس كل، وقتها سنلتفت إلى ما يهم الناس وينفع الناس، وتولي معناها كما عهدناها معناها هياكل الحركة ودوائرها معناها خلايا تفكر فيما ينفع تونس، في الحلول للاستثمار، للبطالة، للفقر، لمكافحة الوباء، لتحسين الخدمات الصحية. لهذا مفروض نخرج به للتوسع. فهذه هي الفلسفة والمسار والحيثيات اللي تمت فيها رسالة تاعنا الأستاذ راشد الغنوشي. رسالة أثارت جدل كبير وردود فعل عديدة ونرجع عليها تباعا في حوارنا معك. هل انتظرت مثل هذه الضجة، مثل هذا الجدل الصاخب بين ظفرين حمدي الزواري؟ والله هو مش صاخب، هو أنا رأى كونه رب ضرة نافعة، يعني هي المفروض رسالة داخلية خرجت للإعلام وتسرب كما تسربوا قبل معناها كلام الأستاذ في علاقة بالجمهورية، وكما تسربوا أشياء من المشورة، إلى درجة أن وقتها احنا إلى حتى موعد معناها آخر موعد من المشورة قلنا ماذا بينا لو مداولات مشورة تولي علنية، معناش مخبيه
احنا نحكيو في قضايا تهم الديمقراطيه تهم البلاد، فهات مادام فما تسريب ولا الي هات نحكيو معناها بشكل واضح امام التوانسه، ما عنديش مشكله، خلي يسمعونا وخلي يشاركونا وخلي معناها ننتفعوا منهم وينتفعوا معنا. فهي كانت رساله داخليه تسربت كالعاده كما تسرب ما قبلها، ولات شان وطني، واحنا فاهمين على الشان الوطني، لانه اللي راقب في النهضه سواء كان من خارج البلاد او من داخلها، اللي يحبها وحتى اللي يكرهها وحتى اللي ما عندوش مشكله معاها ولكن يعتبرها وازنه في المشهد الحزبي والسياسي في تونس، يتابع في اخبارها ويهمه اخبارها. لا قدر الله لو تضعف، لو تنشق، لو تتفتت، لا قدر الله كما صار نداء تونس، هذا سينعكس عن الدوله وسينعكس على الحياه اليوميه تاع المواطن التونسي. هذا ممكن اليوم؟ احنا منشغلين، يعني اجتماع 100 من الوزن اللي كنت تحكي عليهم سيادتي، بما فيهم رؤساء سابقين للحركه، بما فيهم رؤساء سابقين، بما فيهم رئيس من الشورى السابق، رؤساء شورى سابقين ايضا، اعضاء في الشورى، اعضاء مكتب تنفيذي، من الجيل تاع الاستاذ راشد الغنوجي، القاضي الفاضل المستشار صالح بن عبد الله، احد القياده المؤسسه للحركه، اسا يعني هذا من جيل الاستاذ راشد الغنوجي بيدو. يعني شنو اللي يجمع حمدي زويري اللي هو معناها من اخر العنقود بالاستاذ صالح بن عبد الله، دانيال زروق ايضا، دانيال زروق، بسمير ديلو، بعبد اللطيف المكي، محمد بن سالم، بالاستاذ الدكتور عبد المجيد النجار، احد المنظرين في حركه عبد الرؤوف النجار، ايضا عبد الرؤوف وغيره. يعني شنو اللي يجمعهم هذم؟ هذم ما اجتمعوا الا على امر جلل، امر يستحق ان تجتمع هؤلاء، معناها باش منشغلين، خايفين على حركة النهضة وخايفين على بلادنا. علاش خايفين على النهضة؟ ماذا يحصل داخل حركة النهضة؟ هل تنجح النهضة في تخطي هذه الأزمة أو هذا المخاض؟ بين ظفرين أسئلة عديدة مش تطرح عليك حمدي زويري بعد قليل، أكيد مش نعطيك الكلمة، أيضا عندك ما تقول كثيرا، وأنت الذي كتبت حول هذا الموضوع نص طويل جدا كورقة بحثية. حمزة المدبي، مستقبل لحزب حركة النهضة؟ هذا هو السؤال المطروح. ما زلنا مواصلين حوارنا مع حمدي الزواري عضو شورى حركة النهضة مباشرة بعد الفاصل.